وكيف ترى استمرار حبس ومحاكمة يعني المئات من الشباب؟ أنا بشوف أنه في خطيئة نرتكبها في حق المستقبل عندما نرى أن في شباب خرج في 25 يناير مطالبا بالحرية، وخرج في 30 يونيو مطالبا بالدولة المدنية وقال يسقط حكم المرشد، وأننا نلاقي حد من الشباب دول في السجن مهما حصل. كل اللي مارسوا عنف انا لا اتحدث عنهم، انا اتكلم عن الشباب اللي خرج في تظاهرات حتى لو ضد القانون، ضد القانون. انا راجل برلماني ومع تطبيق القانون، ولكن في روح القانون. ما ينفعش ان انا بقانون اوريدي ثبت انه غير دستوري والمحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية قانون التظاهر، ان يبقى هؤلاء في السجن محكوما عليهم ب 15 سنة و 20 سنة وفي 30 سنة محكوم عليهم عشان هم تظاهروا في يوم من الأيام وطبق عليهم قانون غير دستوري. وعندما سقط القانون الغير دستوري ده وقمنا بتعديله في البرلمان لم تعدل الأحكام على هؤلاء الشباب حتى هذه اللحظة. أنا بشوف أن في خطيئة بنرتكبها في حق المستقبل، وبل ندوس بالأقدام عندما نرى هؤلاء الشباب اللي هو الأكثر وطنية والأكثر مشاركة في تغيير وجه مصر نلاقي جزء منه موجود في المعتقلات الآن أو في السجون.